في جانب تاني متعلق بمباراه بكره. بكره اخر مباراه للاهلي في الموسم، مباراه الدور ربع النهائي مع المصري. الفائز يتاهل لمواجهه انبي، ولكن ميعاد المباراه لسه هيتحدد بعد فتره لما يتم تحديد مواعيد مباريات السيمي فاينل والفاينل بالنسبه لكاس مصر. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنروح لزميلنا كريم احمد المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره ايضا عشان نعرف منه اخر التطورات وكيف يستعد كولر لمباراه بكره. عنده غيابات في خط الدفاع، منعم غايب، ياسر مصاب، متولي لسه راجع من اصابه، مفيش غير رامي هيلعب بخالد عبد الفتاح، وسط الملعب ممكن يلعب بفخري، قندوسي، ديانج. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنسال فيها زميلنا كريم احمد. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك، والتدريب بدا منذ لحظات، فتطمنا على الفريق قبل مباراه بكره، والنهارده اخر تدريب على ملعب التتش، واجازه وراحه بقى خلال الاسابيع اللي جايه. يعني طبعا يا محمد موسم شاق جدا الحقيقه بمبارياته وبطولاته العديده، يمكن خلاص مباراه الغد هتكون نهايه ان شاء الله، تكون فينش كبير جدا للنادي الاهلي بنتيجه واداء وتاهل ان شاء الله للدور القادم في بطوله كاس مصر. درجه الحراره صعبه شويه في هذا التوقيت في مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي بجديتها الكبيره بتادي اداء مميز جدا في التدريبات. مستر كولر يمكن انت ذكرت طبعا الغيابات، هضم كمان عليهم محمد شريف، يمكن محمد شريف هيغيب عن المباراه الغد، وبشكل كبير بقى خلاص الفتره اللي جايه نبدا نشوفه ان شاء الله في المعسكر الخارجي اللي بيتم التحضير ليه بشكل كبير جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. فيمكن محمد شريف بينضم للسوليه ومتولي وايضا كمان ياسر ومنعم، لكن مباراه الغد مباراه مهمه جدا محمد، طبعا انت عارف النهايه والفينش لابد يكون مهم، عشان كده التحضير النفسي كان اكثر من رائع لمستر كولر اللي اكد على اهميه هذه المباراه، اهميه ان احنا ندخل المباراه بشكل جيد جدا. الراجل يمكن قبل بدايه التدريب كانت محاضره 25 دقيقه اكد على اهميه النهايه، الجمهور منتظر هذه المباراه الاخيره ان هو يفنش الموسم من النادي الاهلي باداء ونتيجه كالعاده. مباراه طبعا على استاد برج العرب غدا في تمام الساعه 6 ان شاء الله باذن الله محمد، تكون يعني مباراه جيده لفريق النادي الاهلي اداء ونتيجه، وايضا كمان بقى معانا متسع من الوقت خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله، ويمكن هنقول خبر خلال الفتره اللي جايه يعني كريم فؤاد واكرم توفيق، يمكن اكرم كمان قبل كريم فؤاد، يعني المرحله اللي جايه في خلال 20 يوم الراحه ان شاء الله يكون في اخبار مبشره كثيره جدا توسعد كل جمهور النادي الاهلي على هذا الثنائي، قيمتهم كبيره جدا محمد، منتظرينهم في بدايه الموسم القادم مع كل الصفقات. الحقيقه يمكن مجلس اداره النادي الاهلي تعامل بكل حرفيه سواء في لاعبين المعارين الصفقات اللي هتكون متواجده، عشان كده بنوجه لهم كل التحيه والتقدير، ومنتظرين ان شاء الله من السكواد الرائع اللي مع فريق النادي الاهلي في الموسم القادم زي ما قدرنا ان احنا نفنش هذا الموسم بالعدد الكبير جدا من هذه البطولات. عندنا طمع كبير جدا زي ما جمهور النادي الاهلي بيحاول ان هو يبقى عنده طمع في البطولات، ان شاء الله باذن الله يكون الموسم القادم لفريق النادي الاهلي احسن من الموسم الماضي، وباذن الله مباراه الغد محمد تكون من نصيب النادي الاهلي. طيب تتوقع كده ممكن في خط الدفاع في ظل غياب يعني بنتكلم في ياسر ومتولي ومنعم، هل بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه الداخليه في الكاس نفس المجموعه ممكن تلعب في مباراه المصري، ولا ممكن يكون في تغييرات شويه على شكل التشكيل يا كريم؟ يعني لو بالنسبه لخط الدفاع محمد انت عندك عناصر محدوده الحقيقه، فيمكن من الواضح ومن خلال الرؤيه نفس التشكيل او نفس الشكل الخاص بخط الظهر. ممكن نشوف بقى كريم الديبيس ممكن يريح علي معلول، يمكن كل الامور دي متروكه لمستر كولر، لكن انا بتكلم تحديدا في المساكين، انت ما عندكش يمكن غير هؤلاء اللاعبين، لكن يمكن مستر كولر بيفاجئنا، ممكن تلاقي كوكا بيلعب بمساك، ممكن تلاقي اي حد يمكن ما تتوقعوش، لان الراجل بيبقى له رؤيه ليه مهام، الراجل بيحاول ان هو يوصل المهام اللي انت عايزها من اللعيب. لكن بنسبه كبيره محمد يعني التشكيل هيكون زي المباراه في ظل طبعا ضيق الوقت وفي ظل الاصابات وفي ظل كمان الجهد الكبير جدا اللي لعبتنا بذلوه، ده الامر المهم ان احنا بنقول اي لعيب يكون متواجد، هي فرصه طبعا في المباراه الاخيره مباراه الكاس، مباراه مهمه فيها مفاجات محتاجه كل التركيز، عشان كده ان شاء الله خالد موجود، هاني موجود، ربيعه موجود، كوكا موجود، لابد يكون عندهم تركيز كبير جدا، واي حد ايضا كمان في ال11 يكون مركز بشكل كبير جدا، لان جمهور النادي الاهلي منتظر هذه المباراه تحديدا نكون نهايه فريق النادي الاهلي في بطوله الكاس بشكل يليق باسم النادي الاهلي، ويكون اداء ونتيجه ان شاء الله يا محمد من نصيب النادي. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي والموجود حاليا في مقر النادي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الاخبار والمعلومات عن استعدادات الفريق لمباراه المصري.